دائما لهذه الحرب منذ ما بدأت في يوليو الماضي. قد لا تبتقي هذه الفترة لأن تكون تاريخ، ولكننا حسبناها بمدى تأثيرها وجودة طريقها الذي حمل سفينته الرفض بجانب البديل. تمام، بس انا كده مش عارف. الذي حملت سفينته الرفض بجانب البديل. عندما بدأنا إعلان رفضنا كشباب الهيمنة الأمريكية على القرار المصري وشعرنا بالخطر الذي يهدد أمن بلادنا من وجود جيوش من 11 دولة أجنبية على أرض سيناء بدعوى حفظ السلم، أطلقنا عليها قوات حفظ الحرب على أرض السلام. عندما تأكدنا أنه حان الوقت لتدمير حلم الشرق الأوسط الكبير وإيقاف الفوضى الخلاقة، عندما بحثنا ووجدنا أن المعونة الأمريكية هي عبء على القرار المصري وعلى اقتصاد مصر، حيث تعاد هذه المساعدات أموال طائلة من عرق كل مصري، نلقي بكرامتنا على طبق من ذهب إلى كل من يدعم أو يقدم المعونة. حدود أمننا القومي شرق قناة السويس وليس على حدود إفريقيا. أسطول بحري خبيث يقف على بعد عقد في البحر المتوسط بدعوى حمايتنا، ولكنه لحمايتهم وندفع لهم تكاليف طفحهم. معاهدة مر عليها 35 عام ولم تناقش أو تعدل بعد. تنمية راقدة في سيناء بسبب إرهاب خبيث زرعته الأيادي الآسمة في سيناء، لم يستطع الأمن المصري محاصرته لأنه بالطبع وفي الحقيقة خارج الحدود المصرية وخارج نطاق أمننا القومي. نزلنا الشوارع نناقش أصحاب الشأن في أمرهم، فوقع 1.5 مليون مصري على استمارة هي عقد بينهم وبين قسم حلفوا على كره المهانة وضياع الكرامة. قدمنا حلا باستغلال التواجد المكثف للجيش المصري على أرض سيناء وإعلان الرغبة في تعديل معاهدة كامب ديفيد وإنهاء مهمة القوات الدولية في سيناء، ولكن الظروف التي عاشتها بلادنا في الآونة الأخيرة حالت دون تنفيذ ذلك الحل، ولم نكل أو نمل لتحقيق ذلك الهدف. وجينا الآن لنعرض 45 مشروع قومي على الرأي العام وعلى الحكومة الحالية وإن شئتم على الرئيس القادم، ليكون بديلاً عن أي نوع من أنواع المساعدات الأجنبية، كانت أجنبية أو عربية، بجانب استمرارنا في النضال الفكري والموضوعي ضد كامب ديفيد وكل أنواع المعونات بدعم من رموز النضال والعمل الثوري. وليس هذا معناه أننا نعادي أحد، ولكننا نريد إقامة علاقات قوية مع كل دول العالم على أساس الندية وليس على أساس مد اليد للمساعدة. فالحرية والديمقراطية لا يصنعها عبد فقير ولا تصنعها أو يشترط لصناعتها دولة عسكرية كانت أو مدنية أو دينية، بل تصنعها احتياجنا نحن البشر للشعور بالكرامة وتحقيقها. فآفة حارتنا اليوم ليس نوع النظام الذي يحكمنا، بل هي الحصول على معطيات تلك الحرية. وشكرا. السلام عليكم. السلام على جميع السادة الحضور. قبل أي كلام أتوجه بخالص الشكر لكل السادة الأفاضل وزملائنا الذين شرفونا بالحضور، ونقدر اعتذار من لم يعتذر واعتذار من خذلنا، ونعتذر عن أي تقصير أو إهمال في من حقنا تجاه هذا اليوم. في بداية كلامي لن أتحدث عن المشروعات مباشرة، فقد يطول الشرح عنها في وجود الأساتذة بطل التيمم، ولكن سأحدثكم باختصار عن حركة امنع معونة
في 10 نقاط فقط. حركة امنع معونة أو امنع فقط. حركة قسمنا اسمها إلى جزئين، امنع لنمنع كل شيء سلبي، معونة سواء كانت معونة أو تدخل في شؤوننا الداخلية أو تحرش أو فساد أو ظلم أو استبداد. ولذا قد قسمنا اسم حركتنا إلى هذين الشقين، وبدأنا بإمنع معونة. ليس هدفنا فقط الملاليم الكاذبة التي تأتي لمصر، ولكن إن كانت هذا هو المعنى فمصر لا تأخذ معونات من أحد، مصر تعطي المعونات، هم يشترون البحر بسمكة واحدة. ولذا فقد تم تدشين هذه الحركة في يوم 5/7/2013. بدأت الحركة مجموعة من الشباب، الشباب الغير مسيس، الشباب الغير مسيس الذي أبى أن يكون جزءا في حملة انتخابية أو سطر في برنامج رئيس قادم أو مرشح انتخابي قادم. حاربنا من أجل ذلك. بدأت الحركة يوم 5/7، وفي خلال شهر أو أقل وجدت الحركة في حوالي من 18 محافظة، حتى وصلت اليوم لجميع محافظات مصر باختلاف توجهاتها وأنواع الأنشطة بداخلها. عملت الحركة على تجميع كلمة المصريين في الخارج، حتى وصل اليوم للحركة ل16 دولة من المصريين في الخارج. جمعت اليوم الحمد لله حركة امنع معونة أكثر من 1,200,000 توقيع على استمارتها. عملت الحركة أيضا على بعض الحملات مثل حملة اعرف حقك التي كانت تسبق الدستور الماضي. عملت على التوعية بالدستور، ليس التطبيل للدستور، التوعية بكشف مزاياه وعيوبه وسوءاته. عملت الحركة على حملة امنع تزوير بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني. اشتركت الحركة في حملة يعني ايه رئيس للتوعية بمهام الرئيس القادم وصلاحياته وواجباته وأدوات محاسبته بالاشتراك مع عدد من الأحزاب والحركات. تنتوي الحركة إن شاء الله تدشين حملة بعنوان ترمومتر الرئيس، ليس فقط هدفها محاسبة الرئيس أو الوقوف له بالمرصاد، ولكن الهدف الأسمى أن تعمل الحركة من اليوم أو حملة ترمومتر الرئيس على قياس مدى جاهزية وفاعلية برامج المرشحين. أما الهدف الأكبر والهدف الأسمى للحركة، الحملة التي دشناها من فترة، وهي الحملة الشعبية لتحرير سيناء، سيناء أرضنا المحتلة الغالية. سنعمل في بعض المحاور، ولن أتحدث عن المساوئ التي تأكل في سيناء، تأكل في جزء غالي من أرضنا. سأترك الكلمة في هذا الموضوع للأساتذة الأفاضل، وشكرا لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن حركة امنع معونة عن إعادة تدشين حملة امنع تزوير تكملة للمرحلة الديمقراطية التي تمر بها بلادنا الغالية، ورصد أي تزوير يتم داخل اللجان وخارجها، ورصد كل ما هو مخالف من قانون الانتخابات ومراقبته، بالاشتراك مع عدد من المنظمات المدنية التي سبق التعامل معها في الدستور. فعلى من يريد المشاركة إرسال صورة البطاقة وصورة شخصية على البريد الظاهر أمامكم. والاستفسار اتصلوا بالأرقام التالية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمجموعة من شباب بلد ذكرت في منزلات الله سبحانه وتعالى على رسله، مر بها معظم أنبياء الله، وقيل عنها في كتابنا الكريم القرآن: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولذا وجب على كل فرد على أرضها التكاتف والوقوف صفا واحدا أمام أي تحديات تعوق دون أمنها وسلامتها. تمر مصر بعدد من الأزمات المفتعلة مثل التدخلات الأجنبية والعمليات الإرهابية وما من عدو لها إلا ويحاول النيل منها عن طريق جزء غالي فيها. ومن هذه الأجزاء الغالية وللأسف المهملة جنات الله في أرضه،
وهي أرض الفيروز، أرض سيناء، ومحور توازن الكرة الأرضية، وهو إقليم كناط السويس، وحدودنا الغالية وهي حلايب وشلاتين. ولذا نعلن حالة الاستعداد والتأهب القصوى للزحف إلى هذه الجنان عن طريق أولاً رحلات إلى هذه الأماكن لبث روح المواطنة بها بالتعاون مع أهلينا من القبائل وسكانها ووزارتي الشباب والسياحة. ثانياً وهو استغلال تلك الرحلات في عمل حلقات وصل وجانب تشجيعي للاستثمار والاستصلاح فيها. ثالثاً وسنبحث أيضاً عن فرص مشاركة وتمكين أهلها من تعميرها واستصلاحها حتى تصير مشروعات قومية لكل أبناء مصر. رابعاً وأخيراً ستبدأ تلك الحملة من الجامعات المصرية والجمعيات الفئوية حتى تمتد إلى جموع سكان الوادي والدلتا. وشكراً جزيلاً. الثروه الداجنه تقدر تعملها في سيناء بطاريات وعباره عن محطه صغيره جدا للعلف. الثروه الحيوانيه، الثروه المحجريه، ونحن ثالث دول العالم في الثروه المحجريه، وعشان يبقى واضح عندنا رمل زجاج وعندنا رخام وعندنا فلسفار وعندنا معادن كتير واكاسيد، نستطيع ان احنا نبقى عندنا دخل قومي بالقيمة المضافة عالي جدا. الصناعات الغذائية في مناطق كتير جدا في سيناء تنفع لصوب زراعية، والمياه الجوفية موجودة عندنا. الغابات الشجرية، ولو احنا كنا من يوم ما استلمنا سيناء عملنا فيها غابات شجرية في منطقة وادي الديف في وسط سيناء، كان زماننا دلوقتي بنصدر ورق وعندنا أخشاب. الأسمدة العضوية ومرتبطة بإعادة تدوير المخلفات، ودي ثروة قومية في أي مكان. الزراعات الموسمية، الطاقة المتجددة، المشغولات البيئية، كل دي تستطيع أنها تسدد ديون مصر لو هناك إرادة. مش بنتكلم كلام لا نظري، الاقتصاد فيه أرقام. تستطيع انك انت في مكان زي سيناء، زي ما كانوا بيشرحوا في اتفاقيات المعاهدة، امن سيناء هو بزرعها باولاد مصر، مش بانها تبقى فاضية ولا بالدبابات. امن سيناء انها المفروض تكون هي الوعاء اللي تسحب من الدلتا، اللي هي الازمة اللي السادة الحكام مش قادرين يفهموها في الشباب. الشاب عايز مستقبل، فافتح له منفذ جديد مش هتلاقيه في الشارع، اديله أمل في المستقبل. وأبسط القواعد ما حدث في فرنسا
أول امبارح تكليف الوزارة 17 وزير، والتكليف جاء في 4 جمل: إعادة الثقة بين الشعب الفرنسي وحكومته، الاقتصاد، وبالتالي فرنسا جابت وزيرة للتنمية المستدامة اللي كانت مرشحة قدام ساركوزي أظن. فبالتالي إحنا عندنا لو هناك نية لإرادة عشان ما ندورش على معونة، وهوري الأرقام بسرعة شديدة، حتى من ناحية زاوية الأمن القومي عند الصحراء الشرقية دي كلها خير من عند ربنا. بدل ما احنا قاعدين نتخانق على شلاتين وحلايب المفروض تبقى محافظة، وأنا لسه جاي من هناك، يعني من أروع ما يكون في أشياء كثيرة جدا. جنوب الغردقة فيه بترول وفيه نحاس وفيه فوسفات. لو جينا اتكلمنا على الجانب الثاني اللي هو شرق العوينات والخزان المياه هناك، والجيش دي كمان هناك أراضي بيزرعها ويستطيع، بدلا من المشروعات الفاشلة زي توشكا. لو جينا على السلوم واحنا عندنا أزمة ربنا يسترها في الأيام اللي جاية مع ليبيا المنفلتة، فبالتالي عندي الوادي الجديد واحد سيوة تبقى محافظة، عندي السلوم، عندي أماكن فاضية. لو هناك رؤية اقتصادية بعيد إعادة تقسيم جغرافي للمناطق علشان تبدأ تنتقل إليها الكثافة اللي موجودة. عوامل الإنتاج في الاقتصاد مش محتاجة أي ذكاء في أي دولة. 3 عوامل: العامل الأول هو الأرض، سواء الأرض زراعة أو تعدين أو مباني، الأرض ما عليها فوق وتحت. العامل الثاني ده بيسموه الموارد الطبيعية. العامل الثاني اللي هو للأسف الشديد أزمة الأزمات اللي هي الأيدي العاملة والبشرية، واللي هي عندنا بيسموها البطالة، اللي المفروض إن احنا لو عملنا ربط ما بين 10% اللي احنا عاملينها عمران وما بين مساحة مصر وشبابنا كله البطالة في المتعلم، بدل انك ما بتلاقيه الصنايعي، يعني البهوات اللي بيفكروا في المعونة. العامل الثالث هو رأس المال، وانا يكفي ان انا اقول بس في اخر سنة جم 11 او 12 مليار دولار دعم من السعودية، من الامارات، من اي حاجة، يعني اهلا وسهلا، كمعونة او كتبرع يشكروا عليه، ولكن كله بيدخل في المفرمة بتاعة الجهاز الاداري للدولة بلا رؤية. لو انا خدت نص المبلغ ده وفكرت استثمر في الصعيد، بالمناسبة التنمية المستدامة يعني كل اقاليم الدولة بيتحط لها خطط، وكل اقليم ربنا اداله ميزة نسبية. الحرارة اللي في الصعيد دي لها انواع من الزراعات وانواع من الصناعات وهلم جرة، وده بين قوسين بمنع الهجرة للمدن، وبالتالي ما لاقيش المناطق العشوائيه اللي على اطراف المدن و و و وهكذا بقى الادمان وهكذا. دي اسمها الرؤيه. يعني المسؤول اللي قاعد بيحط هذه الرؤيه على اقليمه. من ناحيه تانية انا لما اعمل محافظه في حلايب وشلاتين فده امن قومي، ولما اعمل محافظه في شرق العوينات فده امن قومي، ولما اعمر سيناء فده امن قومي. بوفر لما العالمين اعمل زي ما بتعمل اسرائيل مع المانيا في انها لغايه النهارده بتاخد منها تعويضات، مجموعه الالغام اللي مزروعه دي لو في دبلوماسيه وفي طلب شعبي وكل المنطقه دي جاهزه للزراعه الموسميه، كل دي تؤدي الى دخول في مصر تخليها اغنى دوله. بجانب انه ربنا حابب مصر من اول السلوم لغايه رفح، طبعا شواطئ حضراتكم من اول بورسعيد لغايه راس بناس، كل دي مزايا ربنا خزنها لمصر. ولكن للأسف الشديد اللي بيدوروا على المعونة ومريحين دماغهم مش عايزين يتعبوا دماغهم في فعل. الفعل هو اللي هيؤدي إلى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية بعيدا عن أي شعارات ملهاش أي لازمة. طول النهار أساتذتنا دكتور صلاح جوده والاخوه الافاضل واحمد سنان كل الافاضل الموجودين بيقولوا في كلام مش محتاج، مش لغته، بسيط جدا. وبنسمع في برامج التوك شو، انا حسبتها ببساطه، احنا بقالنا 3 سنين وعندنا 25 قناه في ساعتين كل يوم توك شو، الناس استوت نقاش
واللي بيجي مسؤول واللي بيمشي يخرج من الوزارة واللي بيخش الوزارة أحلى كلام بنسمعه، حاجة من الاثنين، إما إن الناس دي بتتكلم صح يا إما الناس دي بتتكلم غلط. إذا الناس دي بتتكلم صح، طيب ما المانع بما إننا بنتكلم على وطن وبنتكلم على دولة، أخطر ما فيه إنه فوق 40% شباب، وإذا كان ربنا سبعين. هذا الموقف الحقيقة لم يكن مفاجئ، لأنه الكلام حتى اللي نشره هيكل عن فصل القوات وتوزيع القوى في سيناء زي ما انتوا شفتوا قبل كده هنا على الشاشة، تقريبا سيناء نزعت السلاح، نزعت الدسم العسكري، ومن ثم أصبح لدينا لأول مرة في أي دولة في العالم دولة لها حدود وجيشها بعيد عن حدودها، وبالتالي المسافة بين الحدود وبين الفاعلية الحقيقية للجيش تبقى مسافة مستعمرة وخالية من أي سيطرة. وده معناه أنه الجيش المصري، وأنا قلت الكلام ده في ترشيحي للرئاسة، الوضع في موضع يعني من لم يدرك، من يدرك هذا الوضع ولا يدافع عنه ويحاول إعادة الجيش المصري إلى وضعه الأفضل المناسب للدفاع عن الأرض المصرية، يبقى بيخون قضيته الوطنية وبيفرط في جيشه. وأنا أعتقد أن هذا الوضع ما زال قائم حتى الآن. القصة ليست في سيناء وحدها فقط، إنما حتى القوات اللي غرب القناة ليست بالوضع العادي اللي موجود عند إسرائيل على بعد 3 كيلومتر من الحدود معنا. أكبر قاعدة جوية في الشرق الأوسط كله أقيمت لإسرائيل في هذا المكان، وقوات الدولية أو ما يسمى بالإنذار المبكر اللي موجودة في سيناء وضعت لكي تخدم على إسرائيل نفسها مش على غيرها. وإحنا لأول مرة يكتشف المصريين في مواجهة الإرهاب الكامن في سيناء أنه إحنا طارت لنا طيارة ودخلت سيناء بعد 35 سنة من توقيع هذه المعاهدة المشؤومة، معاهدة الخزي والعار والاستسلام المسمى بكامب ديفيد. اسمحوا لي أحيي زملائي 13 غيري اللي عرضوا كامب ديفيد في مجلس الشعب، واللي كان على رأسهم الأستاذ الدكتور محمود القاضي المستشار ممتاز نصار، المستشار أو المحامي عادل عيد، الأستاذ خالد محي الدين، المرحوم أباري عبد الله، أحمد طه، كمال أحمد، وغيره وغيره من النواب وحلمي مراد، النواب المحترمين اللي رفضوا كامب ديفيد ورفضوا الموافقة على هذا التصرف الخياني. وأحيي المجموعة الوطنية اللي شكلت ما يسمى ائتلاف المصريين في هذا التوقيت لإزاحة أنور السادات ونظامه، ووصلنا إلى درجة أن احنا أعدينا برنامج اقتصادي واجتماعي لحكم مصر على أساس أننا نواصل العمل لكي نزيح السادات، بما يعني تغيير السلطة اللي موجودة. لكن الإرهاب في 81 اغتال السادات لكي تبقى كل سياسات السادات مع مبارك، يعني ما كانش اغتيال للتغيير إنما كان اغتيال للتمكين، بدليل أنه مبارك وهو جاي من آخر زيارة في أمريكا وهو نائب يعني قيل له ممن كان يودعه نحن نتمنى لك مستقبل أفضل. ولهذا أنا لما قدمت استجوابي في مجلس الشعب عن مسؤولية الحكومة في هذا الوقت في مجلس الشعب نفسه عن عدم محاكمة النبوي إسماعيل ومن شاركوه في التستر على جريمة اغتيال السادات، رغم أن السادات أصلا حبسني وفصلني من المجلس، إنما أنا كنت بعبر عن موقف وطني بشكل عام، وكنت قاصد أن أنا حاكم حسني مبارك في 2004 و2005 وقت ما كان لسه هو رئيس جمهورية، لأنه هو شارك في مقتل السادات. كامب ديفيد الحقيقة مش مجرد اتفاق، كامب ديفيد سياسة كاملة وطبقة كاملة، طبقة طفيلية انفتاحية احتكارية مكنها السادات من نهب ثروات الوطن، وكان عشان يعملها لابد من هدم المشروع الوطني الاقتصادي والاجتماعي لثورة 23 يوليو. والمشروع الاقتصادي كان هو المشروع الانتاجي والخدمي والمصرفي اللي البلد عاشت به فترة وعملت تنمية وازدهرت، وضربه كان يؤدي إلى إضعاف المجتمع المصري والنتيجة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي بعد 42 سنة. وأيضا في وجوده ما كانش ممكن تتخلق طبقة رأسمالية احتكارية
وصل بها الحال زي ما كنا بنتكلم قبل ما نقعد دلوقتي، إلى أنها بتبيع الأسعار السلع بضعف ثمنها تقريبا. وأنا بدي دايما مثال واضح عشان المواطنين البسطاء والمقاولين والناس اللي بتسكن والعرايس وغيره وغيره يفهموه، أنه شركات الأسمنت مثلا كانت ملكية عامة بالنسبة لنا بنسبة 100%، باعوا الشركات ديت بنسبة 89% من قيمتها، يعني ما عادش في ايدينا الا 11% بس من هذه الشركات دي، نفسها الشركة القومية لأسمنت في أسيوط تقريبا. هذه الشركات بتنتج الأسمنت تكلفته الحقيقية أو سعر البيع بتاعه لا يزيد عن 200 جنيه، بيباع في السوق ب 700 و750 و800 جنيه، بمعنى انه في صافي مبلغ نهب من كل طن أسمنت 500 جنيه في 50 مليون طن، لأنه الإنتاج بيدور بين 45 و 65 مليون طن، فلو خدنا حتى ب 50 مليون طن يبقى الخمسة بخمسة ب 25 مليار جنيه، جنب منهم حوالي 4 مليار جنيه دعم وقود وخامات، يبقى شركات الأسمنت بتاخد من وراء الشعب المصري لوحده في هذا المجال 29 مليار جنيه، بينما الأجور الثابتة أو الأجور الأساسية للستة مليون بني آدم اللي بيشتغلوا في الحكومة والإدارة المحلية لا تتجاوز 22.5 مليار جنيه. هذه الطبقة اللي أنا بسميها أو اللي سميناها طبقة كامب ديفيد هي الطبقة اللي نهبت واحتكرت، ولم كتر ما نهبت رحلت الفلوس بره لأنها مش مأمنة ليها. وأنور السادات عمل كامب ديفيد اقتصادية أخرى وهي المصرف العربي الدولي اللي كان بيرأسه عاطف عبيد بعد ما خرج من الوزارة، ودي أكبر مغسلة أموال قذرة في التاريخ الإنساني موجودة من سنة 74 حتى الآن. إحنا عملنا قضية لوقف هذا المصرف منذ كان طنطاوي وزملائه في السلطة ولم يتحركوا لوقف هذا البنك اللي هو بيعتبر معفي من الجمارك والضرائب والرسوم والدمغات وحساباته سرية ويتمتع بالحصانة زي دبلوماسيين، وغير خاضع للبنك المركزي ولا للجهاز المركزي للمحاسبات ولا للقانون المصري ولا للقضاء المصري. يعني بنك اتعمل مخصوص عشان تهريب الأموال، وبالتالي ده بيرتبط زي ما قلنا انه كامب ديفيد ليست اتفاق فقط، انما كامب ديفيد سياسة عامة وطبقة نشأت عشان هي تجيب كامب ديفيد وتحافظ عليها وتبقى صاحبة مصلحة في الخيانة للوطن والتبعية للأجنبي. ومن ثم هذه الطبقة لكي تتواجد كان لابد من تزوير كل أنواع الانتخابات بدءا من المحليات حتى الجامعات التعاونية، إن شاء الله تكون جمعية تعاونية خيرية إن شاء الله بتاعت دفن موتى، لابد من تزوير كل البنية الاجتماعية الانتخابية في الوطن اللي بتساعد فيه أو بتساعد في المساهمة في إدارة أمور الوطن عشان ما يبقاش فيها عناصر جيدة. واتعمل فكرة المنع من المنبع، يعني منع العناصر الجيدة من المنبع من القرية، من مجلس المحلي للقرية والجمعيات التعاونية والنقابة العمالية والنقابة المهنية، من أن تصل عناصر معقولة أو جيدة لكي لا تصل إلى النهاية إلى قمة المؤسسات ديت ويبقى فيه تغيير. إحنا قعدنا 42 سنة بيمارس علينا نهب وهدم للمجتمع المصري، عشان كده أنا بقول كل واحد كان في مستوى وظيفي كبير، ضابط جيش أو شرطة أو وزير أو رئيس وزارة أو نائب أو جامعي، وأدرك حقيقة كامب ديفيد ولم يتحرك ضدها فهو يرتكب خيانة لوطنه. وكل من تولى مركز من هذه المراكز ولم يدرك هذه الحقيقة يبقى هو غير صالح ان هو كان يبقى موجود في هذا المكان. عشان كده لما الشبان المحترمين دول قابلونا وقالوا احنا عايزين نعمل فكرة امنع معونة، انا قلت الحقيقة انا معترض على كلمة المعونة، نحن الذين يؤخذ منا معونة للامريكان، وزي السيد مشرم قال انه الامريكان كان لهم الاسطول الخامس في البحر الابيض وكان بيكلفهم كثيرا، والنزاع مع اسرائيل كان بيكلفهم كثيرا، لما تيجي الاتفاقية وتعمل كامب ديفيد يبقى هم في النهاية بيوفروا إمكانيات هائلة من النفقات اللي كانت بيصرفوها على التواجد والأمن في المنطقة كلها. حاجة الأخرى أنه الأمريكان منذ بدأ الانفتاح بدأوا يرموا كميات ضخمة من الأموال هنا ليس بقصد مساعدتك، إنما بقصد تمكين عناصر معينة من المصريين أنهم يترسملوا ويصبحوا أصحاب ملايين ومليارات، ثم يرحلهم ما جمعوه من الشعب المصري
إلى الخارج، فيبقى الأمريكان وغيرهم من الأوروبيين بينهبوا مش بيدوا معونة ولا حاجة. عشان كده أنا كنت معترض مع الشبان الأصدقاء إن إحنا نتكلم على إن دي امنع معونة، إحنا لا نأخذ معونة، إحنا بيؤخذ مننا دم قلبنا وبيعطى للأمريكان وغيرهم. ولسه كنا بنتكلم دلوقتي على سبيل المثال إنه إحنا فرض علينا سعر احتكاري ومنعت المنافسة في مصر منذ 74، يعني بقت الأسعار مفروضة علينا غصب عننا. أنت تشتري السلعة التليفون ده تشتريه من السوق ب 50 دولار، هو سعره الأصلي المفروض لا يباع بأكثر من 25 دولار، يبقى أنت دافع فيه سعر فوق السعر، لكن لأنه ما فيش حد بيجيب أو ما حدش بيعمل تنافس في البيع ليك، فأنت كل البياعين بيبيعوا بسعر واحد، واللي يخرج عن الالتزام بده يخرج من السوق ويمنع من أن هو يمارس الحكاية دي. احنا عندنا ناتج محلي اجمالي بيوصل دلوقتي لازيد من 1.7 تريليون جنيه. هذا الناتج بيتحول الى مشتريات. لو افترضنا انه حتى تلته بلاش نصه اسعار مغالى فيها، يعني فوق السعر الاصلي، فيبقى عندنا حوالي 5.578 مليار جنيه سعر مأخوذ من المصريين فوق السعر الأصلي اللي كان مفروض يشتروا به. يبقى لو أنا منعت الاحتكار تقريبا دخل المصريين يكاد يبقى متضاعف أو يبقى حجمه كما لو كان مرتين. هذا الكلام زي ما كان الأخوة بيتكلموا يعني يحتاج إلى سلطة لديها القرار تستطيع أن تتخذ قرار. مش ممكن أنا أبقى أشوف شعبي بيتدور جوعا وعمالين يتسولوا باسمنا، واحنا عمالين هم يعني يسرقهم اللصوص مصريين واجانب يسرقهم دم الشعب المصري ويعطلهم التنميه، وبالتالي يدخلوا البلد في متاهه ملهاش اول ولا اخر من الحرمان. عندنا 70 مليار جنيه بيعطم لشركات كثيفه استخدام الطاقه وهي تبيع لنا الاسعار برضه مضاعفه اسعار احتكاريه، وبياخدوا 15 مليار جنيه تانيين دعم خامات، واسرائيل وامثالها بياخدوا 30 مليار جنيه خفض في سعر الغاز رغم حكم المحكمه الاداريه العليا، وهو حكم ملزم بألا يباع النواتج البترول والغاز يعني بأقل من سعره العالمي. وصلت الدرجة ان هم كانوا بيدهم لما حتى عدلوا مع الأردن وخلوا سعر المليون واحدة حرية 3 دولار، كنا احنا بنجيب من قطر المليون واحدة حرية ب14 دولار بدل ما بنبيعه بره ب3 دولار. هنا تيجي فكرة العقود الفاسدة، العقد الفاسد في التعاملات التجارية او الاقتصادية بشكل عام، يعني أما يبقى فاسد بيبقى فاسد محليا ودوليا، ومن ثم لو كانت هناك إرادة حقيقية تبطل هذه العقود على المستوى الدولي، ومحدش يقول لنا أصل أنت التزمت. الالتزام في حاجة في القضاء اسمها عقود الغبن، يعني حد غبن، حد باع بأقل من التكلفة. بمناسبة الدكتور إبراهيم زهران كنا بنتكلم وإحنا قاعدين جوه في بلاغين مقدمين منه على مكتب عم مجيد محمود ومكتب النائب العام الحالي، وأنا قدمت صور منهم عن 5 أو 6 وقائع تصرف في الغاز والبترول قيمتها الخسارة فيها 145 مليار دولار تضربهم في 7 جنيه على الأقل بالسعر دلوقتي، يبقى أنت حوالي وصلت إلى ما يقارب 900 مليار جنيه، يعني تقريبا حوالي تريليون جنيه. السؤال لماذا لم يتحرك المستشار عبد المجيد محمود من نفسه أو حتى بعد أنا ما كلمته والنائب العام الحالي لماذا لم يتحرك؟ ثم السؤال للفريق السيسي أو المشير السيسي الذي يترشح للرئاسة الآن وهو بالتأكيد كرئيس المخابرات الحربية ويعلم مثل هذه الأمور كلها وغيرها، لماذا لم يتحرك في هذا الشهر؟ لماذا تترك مصر نهبا للصوص والأجانب ينهبون مصريين وأجانب يسرقونا وإحنا مش لاقين ناكل أصلا؟ القصة في امنع معونة هي بتتناول جزء أساسي شكله براق وهو مهم، وهو العلاقة مع الأمريكان والصهاينة، وهي علاقة تبعية من المفروضة على الشعب المصري لهذا الكيان المعادي اللي هو الصهيونية والأمريكان. لكن الحقيقة الذي يريد أن يحرر مصر من التبعية للأمريكان أو الصهاينة أو الأتراك اللي موجودين دول دلوقتي بيرتكبوا في حقنا جرائم ملاش أول الآخر، عليه أن يبحث في الاقتصاد المصري وتنمية مصر
وتعديل اقتصادها، نحن نمتلك إمكانيات هائلة لمشروعات هائلة لا تكلف كثيراً.